في 8 من آب العام 2019 خطف أحد جنود الاحتلال وقتل على مفرق عطسيون شمال الخليل. هذا الجندي كان ينوي الانضمام إلى صفوف كتيبة نتساح يهودا المخصصة للمتدينين المتطرفين، وتعني يهود الأبدي، وتنتمي للحريديم اليهود الأكثر عنصرية، وتتبع لواء كافير في جيش الاحتلال. تتيح هذه الكتيبة للرجال اليهود الأرثوذكسيين الخدمة في الجيش ضمن جو يتوافق مع معتقداتهم الدينية وفي إطار يخضع لتعاليم التوراة. تسوق الكتيبة نفسها بصفتها الناحل الأصولي، ويؤمن أفرادها أن فلسطين كلها أعطيت لهم، وأن كل فلسطيني هو غاز يجب أن يقتل. مارست الكتيبة أعمال تعذيب للأسرى أثناء اعتقالهم، وقد وثق أفرادها هذه الأعمال بالتصوير. تشكل هذه الكتيبة بعداً رسمياً لمستوطني فتيان التلال، وينتمي أو كان ينتمي أغلبهم لمجموعات تدفيع الثمن الإرهابية.